جاهزين؟ شوب كتير كتير. I'm ready. اهلا فيكم بقناتي وتحيه لكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. اذا كنتوا جديد انا اسمي عبير وكل اسبوع بنزل فيديو من ولايه اريزونا الامريكيه بخبركم عن حياتي وعن مميزات هذه الولايه الجميله، فتابعوني وما تنسوا تشتركوا بالقناه. الحياة بأريزونا كتير حلوة، ولكن الأمر ما بيخلى من شوية سلبيات. ولاية أريزونا مثل ما بتعرفوا بتوقع جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وبتتميز بطقسها الصحراوي الجاف صيفاً والمعتدل شتاءً، يعني درجة الحرارة بفصل الصيف بتوصل ل 47 درجة مئوية وأحياناً أكثر بكتير. بفيديو اليوم رح خبركن عن شوية نصايح ممكن واحد يعملها حتى يجتاز مرحلة الصيف بأريزونا بسهولة. أول الأشياء اللي بينصحونا خبراء الطقس إنه نعملها بولاية أريزونا إنه لما تبدأ الحرارة بالارتفاع نتجنب الخروج من المنزل من الساعة 11 صباحا ولغاية الساعة 3 بعد الظهر. هون المحلات بيفتحوا تقريبا كلهم الساعة 8:30 9 بيكونوا فاتحين تحديدا بفصل الصيف. هون الناس بيتجنبوا إنه يظهروا وقت الظهر، يعني من 12 للساعة 3 أو 4، لأنه بتكون الشمس بذروتها بتكون كتير في شوب، فلهالسبب الناس بيظهروا صبح بكير لحتى يعملوا كل أعمالهم ويخلصوا كل مشترياتهم. تاني نصيحة بنصحكم إياها إنه أكيد يكون عندكم نظارات شمسية. الشمس كتير قوية وهيك بتكونوا عم تحموا عيونكم من أشعة الشمس بأريزونا. ثالث نصيحة بنصحكم إياها إنه دايماً تستعملوا القبعة. مثلاً أنا هيدي القبعة دايماً معيها بالشنطة، والحلو فيها إنه هي من قماش بتقدروا تطووها يعني مثل ما شايفين، وتصير كتير صغيرة وبتساعد بالشنطة، وهيك بكون حمينا حالنا من أشعة الشمس قد ما بنقدر. نصيحة جديدة إنه ما تنسوا قبل ما تظهروا من البيت تستخدموا واقي شمسي. أهم شيء إنه تكون يعني درجة الحماية 50 أو إذا أقل شوي كمان بيمشي الحال. كمان نصيحتي للسيدات اللي بحبوا يظهروا بفصل الصيف ويحطوا الميك اب انه ما تظهري من البيت بدون ما تستخدمي واقي شمسي، واذا ما كان عندك ممكن تلاقي واقي شمسي بفاونديشن موجود بوين ما كان بالاسواق، وانا حاليا هلا حاطه هيدا الفاونديشن بيحتوي على 50 بلس 50 بلس اس بي اف واقي شمسي بيحمي، وبنفس الوقت هي بتكون انت حاطه ميك اب وعم تحمي بشرتك من اشعه الشمس. إذا كنتم الأشخاص اللي ما بيملكوا حوض سباحة ببيتهم ممكن تتعرفوا على جيرانكم اللي عندهم حوض سباحة وتعزموا حالكم لعندهم، لأنه بفصل الصيف ضروري كتير بأريزونا أنه واحد هيك يبرد جسمه بحوض السباحة. إذا كنتم الأشخاص اللي ساكنين بأريزونا وعندهم أولاد كمان نصيحة لإلكم إنه تتوجهوا للمنتزهات اللي فيهم حوض سباحة، هيك الأولاد بيلعبوا بيتسلوا بينبسطوا باللعب بالمي وبيبردوا جسمهم، بتقدروا كمان هيك تتحملوا أكثر الحرارة بفصل الصيف. Thank you.
بفصل الصيف بينصحونا الخبراء بانه نشرب الكثير من المي، وتحديدا انه نجرب الاطفال مياه كثيره لحتى ما نتعرض او يتعرضوا للجفاف. لهالسبب اذا بتظهروا باريزونا بتشوفوا الكثير من الناس معهم مثل هيدي انان المي اللي بتحفظ حراره المياه داخلها، وكثير مهمين لحتى يساعدوكم بانه تحافظوا على ترتيب جسمكم. ما تنسوا دائما انه تاخذوا معكم قنينه مي قبل ما تظهروا من البيت، واذا بتحطوا فيها ثلج بيكون احسن واحسن. اخر نصيحه انا شخصيا بنصحكم اياها انه يكون معكم مروحه صغيره بالشنطه او حتى بالسياره. انا هيدي المروحه اللي اشتريتها مؤخرا موجود منها بالوول مارت وما بيتعدى سعرها $10. كتير حلوه وكتير مهضومه لحتى واحد يستعملها بفصل الصيف. بتتميز بانه عندها 3 درجات، هيدا اول درجه وهيدي الثانيه وهيدي الثالثه. هيدي المروحه اللي اسمها كول فانز، كتير مهضومة وبتقدروا تستعملوها شوي هيك حتى تبردوا على حالكم بفصل الصيف. كمان اذا ظهرتوا من البيت وكان كتير شوب، حسيتوا حالكم انه كتير مشوبين، ما تنسوا تمرقوا على محل ايس كريم او مثلجات لحتى هيك تبردوا على حالكم وتاكلوا بوزة كتير طيبة. هيك بتاخدوا بريك وتاكلوا شي طيب، وبنفس الوقت بعدين بتكملوا مشاويركم او اشغالكم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو، وحتى لو ما كنتوا عايشين باريزونا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هول النصايح، لانه بنعرف انه فصل الصيف بلش بمعظم الدول العربيه، وفي كثير من الاشخاص بتضايقوا من الشوب، ما بيعرفوا كيف شو يعملوا حتى شوي هيك يبردوا على حالهم. واهم شيء اهم شيء ما تعصبوا، لانه بنعرف انه واحد لما يشوب بيعصب كثير، فدائما لما تحسوا حالكم مشوبين حاولوا تتذكروا هالنصايح اللي اعطيتكم اياها. وشكرا لكم على المتابعه، بلاقيكم ان شاء الله بالاسبوع المقبل بفيديو جديد. الى اللقاء، باي باي.